موجز من العربية لأبرز التطورات، أهلا بكم. تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان، ولأول مرة منذ بدء التصعيد إسرائيل تستهدف شمال لبنان، وتؤكد مقتل سعيد عطلة علي أحد قادة حماس بالغارة على مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. حزب الله يستهدف بالصواريخ صفد ومجدو وقاعدة ميرون الجوية شمال إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض معظم الصواريخ وسقوط الباقي بمناطق مفتوحة. من دمشق بعد زيارته للبنان، وزير الخارجية الإيراني يقول إن هناك مبادرات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان وغزة وتجري مشاورات بشأنها، ومستشار خامنئي يؤكد أن الوضع بات خطيراً بعد تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء على حد تعبيره. صحيفة إسرائيلية تشير إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا سيبحث اليوم في إسرائيل التنسيق مع تل أبيب بشأن هجومها المحتمل على إيران. اليونيفيل تؤكد أن قواتها في جنوب لبنان ما زالت في مواقعها رغم تلقيها قبل نحو أسبوع طلباً من إسرائيل بإعادة نقل بعضها قبيل بدئها عملياتها البرية في لبنان. المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب يقول إن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، وينتقد حديث بايدن حول ضرورة وجود بدائل عن استهداف البرنامج النووي الإيراني.